أخي الكريم، أنت عندما تنام عن صلاة الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ الملائكة صعدت وأرسلت الكشوف، كشوف الأسماء كلها، وفلان غير موجود، فلان ما صلى الفجر يا رب، أين فلان وهو أعلم به؟ قالوا تركناه وهو نائم، أو تركناه وهو يلهو، أو تركناه وهو غافل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس يعني أي صلاة؟ يعني صلاة الظهر. إلى غسق الليل يعني أي صلاة؟ يعني صلاة العشاء. دخلت أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بقيت صلاة يا رب. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهدها من؟ تشهدها الملائكة. ولما قيل لها قرآن الفجر ما قيل صلاة الفجر؟ لأن الصلاة صلاة الفجر معلوم عنها أن الصلاة فيها طويلة. وليطل الإمام الآن في صلاة الفجر، ما الذي يحصل؟ وليقرأ بالسجدة والإنسان في يوم الجمعة، ما الذي يحصل؟ هذا يتشكى، وهذا يتأفف، وهذا يتململ، وهذا يبحث له عن مسجد آخر. لما؟ وإذا قاموا إلى الصلاة، يعني قد يقومون بعض الأحيان، لكن كيف يا رب؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كان في عهد محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول يصلي الفجر، رأس المنافقين يصلي الفجر، لكن كيف يصلي؟ كسلان، يتثاقل. لهذا أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ الفجر والعشاء، يصلونها لكن بثقل وبكسل. وانظر إلى من يصلي صلاة الفجر، بعضهم يصلي وهو نائم، أو يصلي وما درى الإمام ماذا قرأ. ما السبب أيها الإخوة؟ انظر إلى المسلمين بعد ساعة أو ساعتين، في الساعة السابعة صباحا تزدحم الشوارع وتضطرب الطرق ويصدر الإزعاج. ما الذي حدث؟ خرج الناس من البيوت إلى أين؟ إلى مكان عملهم. سبحان الله، ألم يكن في هذه البيوت أحياء قبل ساعة أو ساعتين؟ أليس في هذه البيوت مسلمون قبل ساعة أو ساعتين يأتون لصلاة الفجر؟ ما تدري كيف تجيب على هذا السؤال. للدنيا خرج الألوف المؤلفة، أما لصلاة الفجر ما خرج في المسجد إلا نصف صف. ما الذي جرى؟